تعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من الضفه الغربيه الصحفي الفلسطيني محمد القيق. اهلا بكم محمد الى صدر رافدين. يعني صحيفه الجارديان تقول بان جيش الاحتلال يقتل الفلسطينيين دون خوف من العقاب، من اين تاتي هذه الضمانات بعدم العقاب؟ نعم، هذا بات واقعا وليس اصلا في اطار التحليل. الاحتلال الاسرائيلي نفذ عده جرائم مباشره بحق الفلسطينيين، لعل أبرز القضايا التي تم سحب البساط من تحت أقدام الفلسطينيين فيها ما حدث في غزة عام 2008 و2009، وعندما صدر تقرير جولدستون الذي أدان فيه الاحتلال الإسرائيلي بأنه قتل ويحتاج العقاب، تم سحب هذا التقرير من أروقة الأمم المتحدة، أي أنه لديه أوساط دولية تحميه. انظر إلى الفيتو الأمريكي الذي يتخذ في كل مرة حينما تمارس إسرائيل العرقلة والبلطجة على الفلسطينيين، سواء بالعهد الأراضي أو بالسيطرة على القدس أو حتى بالقتل المباشر للفلسطينيين، يكون الفيتو هو عنوان الدفاع والحماية للاحتلال الإسرائيلي، ناهيك عن محاولات الابتزاز الدولية التي تمارسها الحركة الصهيونية واللوبي الصهيوني في الأروقة الدولية من الناحية الاقتصادية ومن الناحية الدبلوماسية، لثني الدول عن لجم هذه الممارسات أو حتى إدانتها. نعم، إلى أي مدى ترى بأن السلوك ممنهج ومؤسس على تعليمات من قيادات الجنود الذين ينفذون أوامر القتل؟ هذه ليست عابرة، هذه ضمن العقيدة الإسرائيلية أو العقيدة اليهودية، دعنا نركز أكثر، وهي استخدام القوة المفرطة للردع. هم يستخدمون هذا الأسلوب ليس فقط في الحروب، وإنما أيضا في لجم الانتفاضات ومواجهة الانتفاضات، وأيضا إذا ما رأيت مؤخرا كيف تعاملوا مع الأسرى العزل، أسرى عزل في داخل السجن لا يملكون أي شيء، تقوم تلك القوات بكل الوحدات باستخدام القوة المفرطة بإطلاق الرصاص والغاز وقنابل الصوت، وكلها هذا يأتي في إطار العقيدة الإسرائيلية في محاولة السيطرة على الخصم، وهذه العقيدة استخدمت في قطاع غزة، استخدمت في الضفة الغربية، استخدمت في انتفاضة الأقصى، انتفاضة القدس، انتفاضة الحجارة. انتفاضة الحجارة كان إسحاق رابين رئيسا للوزراء حين أنذاك، وأصدر قرارا وسمي واشتهر القرار بتكسير العظام، طلب من الجنود رسميا تكسير العظام حتى يردع الشعب الفلسطيني عن المطالبة بحقوقه والخروج في الشوارع. لذلك هذه عقيدة يستخدمونها، بل ويمارسها كل جندي وضابط ومسؤول انتهاء برئاسة الوزراء في الكيان الصهيوني. نعم، التقارير تقول بأن جيش الاحتلال في شهور التسعة الأخيرة من العام الماضي قتل ما معدله شخص كل يوم، منهم أطفال في مسيرات العودة. يعني نتائج مسيرات العودة مقابل الضحايا كيف تقيم في ظل الحديث عن وقوع ضحايا في مسيرة اليوم؟ لا يوجد في قاموس المقاومة وتحرك الشعوب ما يسمى بالمقياس البشري أو المقياس الاقتصادي في الخسارة والربح. المقاومة دائما هي الطرف الضعيف، الطرف الذي لا يملك الترسانة العسكرية، والطرف الذي لا يملك القوة، وهذا من الطبيعي في الثورات كلها عبر التاريخ. والمحتل أو المستعمر أو المغتصب هو الذي يملك العربدة والقوة وغيرها من الإجراءات. لذلك لا يمكن أن نقارن أن يخرج الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال ونقول خلاص كفى لهذه المسيرات، لأن هناك عدد الشهداء عالٍ. هذه قمة الكارثة إذا حسبت من هذه الزاوية. المقاومة من الطبيعي جدا أنها تجلب وتأخذ الكثير من الدماء وتأخذ الكثير من الأمور التي يحافظ عليها الشعب من بنية تحتية ومن كماليات وغيرها، لكن في المحصلة المقاومة والكرامة هي أساس. انظر إلى الهاجانة الإسرائيلية عندما أسست لدولة الكيان الإسرائيلي، دفعت الكثير من الأرواح ودفعت الكثير من الأثمان والأموال كي تؤسس دولة. لماذا لم يتم الذهاب إلى هذه النقطة ونقول بأن هذه مهلكة وبالتالي يجب توقفها وإعطاء الحق للشعب الفلسطيني؟ لذلك كل مقاومة في العالم تعرف جيدا أن الثمن كبير وأن الدماء كثيرة، ولكن الكرامة والإرادة والتحرر والانتصار يحتاج لذلك، وهذا ما سجلته الثورة الفرنسية وسجلته فيتنام وسجلته كل المناطق في العالم للتحرر والتخلص من نير الاستعمار أو الاحتلال. نعم، محمد القيق الصحفي الفلسطيني كنت معنا عبر الهاتف من الضفة الغربية، شكرا جزيلا لك.